إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله والصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، يقول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أخوتي الكرام، سنعيش اليوم بحول الله مع عبادة من أجل العبادات التي يمكنك أخي المسلم أن تتقرب بها إلى ربك في كل وقت وحين. هذه العبادة التي سنقف معها اليوم بحول الله لا تحتاج منك لا إلى وضوء ولا إلى استقبال قبلة ولا أن تكون في مكان معين ولا على هيئة معينة. هذه العبادة تؤديها المسلم واقفاً أو جالساً، تؤديها في عملك كيفما كان هذا العمل. هذه العبادة التي سنقف معها إيش العبادة يحبها الله عز وجل، يحبها الله عز وجل من عبده أن يفعلها ويواظب عليها، لأن العبادة يخفض سير معشر المسلمين إيش العبادة الأنبياء والمرسلين من لدن آدم إلى سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ومن مميزات هذه العبادة أنها عبادة واحدة، من مميزات الخصوصيات إذا العبادة يخفض سور معشر المسلمين أنها عبادة واحدة يجي العبادة، لكن بالنسبة لنتائج النس، بالنسبة للثمرات النس، غاس نتائج غاس ثمرات كثيرة ومتعددة. فإذا كنت مهموما ومحزونا وتريد أن يفرج الله عنك همومك وأحزانك فعليك بتلك العبادة. ما نقصد أخي المسلم أختي المسلمة أخي كفر الله عز وجل الذنوب بالسيئات، فعليك بتلك العبادة. وإذا أردت أخي المسلم تكثير حسناتك ورفع درجاتك يوم القيامة فعليك بتلك العبادة. ما نقصد أخي المسلم باش الله عز وجل باش يرزق المرأة الصالحة الزوجة الصالحة، ما نقصد الله سبحانه وتعالى باش يفش الذرية الطيبة، ما نقصد أخي المسلم أن يبارك الله عز وجل في مالك، فعليك بتلك العبادة. وإذا أردت القوة في البدن والأمن والأمان في الوطن فعليك بتلك العبادة. حتى ما نقصد النجاة من النار ودخول الجنة مع الأبرار فعليك بتلك العبادة. سبحان الله، كل هذا بل وأكثر من هذا بتلك العبادة التي سنتحدث عنها اليوم. أتدرون أيها الإخوة من تعنى العبادة يا ثاني تنير؟ إنها عبادة الاستغفار، عبادة الاستغفار. فما هو الاستغفار؟ ومن قال الاستغفار معشر المسلمين؟
وما هي نتائجه وفوائده وما هي صيغه صيغ الاستغفار الذي علم الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا ما سنراه بحول الله مختصرا. إذن هم قال الاستغفار، الاستغفار هو أن العبد المذنب، هو أن الإنسان المذنب، وكلنا مذنبون ما رجلت ذنوب الأوزاء. الاستغفار هو أن يطلب العبد المذنب من ربه أن يغفر له ما سلف من ذنوبه وأوزاره. وأصل الكلمة الاستغفار، هذه الكلمة ما لدها الأصل النسر، أصل الكلمة غفر، غفر. أما الألف ذي السين ذي التاء منش قال علماء اللغة العربية فهي للطلبين. نعم معشر المسلمين، فمثلا إذا كنت أخي المسلم ما تقصد أتتاب العون من الله، بس الله عز وجل لك يعاون على أمر دينك ودنياك، بدل أن يقول المسلم اللهم إني أسألك العون، يكفيك أن تقول أستعينك أستعينك. الإنسان المسلم ما يقصد هداية من الله، الهداية إلى الصراط المستقيم، أمرني صفد الجنة دار النعيم المقيم. فإذا أردت أن تطلب الهداية من الله يكفي أن تقول أستهديك. ما يقصد المغفرة من الله، أبش يغفر الذنوب ذو الأوزار، يكفي أن تقول أستغفرك. فالمستغفر يطلب من الله أن يتجاوز عن ذنوبه التي اقترفها وعن خطاياه التي وقع فيها. وما أكثر الذنوب والأوزار التي نرتكبها ليل نهار. نعم أيها الإخوة، أنا المتكلم مش رومي السورن أكني ويتسلان، كلنا مذنبون، نشين أصحاب الذنوب والخطايا. ما دام أنك تنتمي إلى ابن آدم شكت بالذنوب والأوزار ذاية الطغاة كائنا منك. العصمة لمن؟ للأنبياء والمرسلين. العصمة باش الإنسان الذي معصوم من الخطأ ومن الذنوب، العصمة دفنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات، وغيره معرضون للذنوب والخطايا في كل وقت وحين. ومنا من مات يعصي الله عز وجل في الليلة الماضية أو ما قبل الماضية، كثير من الحاضرين ربما الدينث يعدوني في النغني السنسن على الذنوب ذو الأوزار، وخاصة في زماننا. وقد يقول قائل من قاولتني واش تشكينا واش أنت مطلع على هؤلاء، نقول لا، بل ما لا يخبر عن الزيس الله عز وجل الحديث في الحديث القدسي حين قال يا عبادي، حديث في مسلم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. أخوة الكرام، فالله عز وجل في هذا الحديث قدسي، الله عز وجل وغنغنشا يا عبادي إن منكم من يخطئ، إن منكم بمعنى التي تفيد التبعير، بمعنى أربعة الزيوم تقين الذنوب للأوزار، وإنما يصدر بلفظ العموم إنكم تخطئون بالليل والنهار. والله عز وجل أكد ذلك بإن التي تفيد التوكيد، إنكم تخطئون بالليل والنهار. نعم، والذي نفهمه من هذا العموم والتوكيد في هذا الحديث أن جميع البشرية مر يذني الدن على وجه الأرض بالنسبة للمسلمين، أما غيرهم وقعوا فيما وقعوا فيه. أن جميع المسلمين معرضون للذنوب والعصيان، فمن لم يذنب بالليل ونوات جيش الذنوب سجيس واس يتجيف السجيرة. نعم،
واللي واقين الذنوب اللي درت يعذون درت الجمعاني الخميس هذيك الذنوب الاوزار في الايام والليالي المقبله. نعم اخوه الكرام، لا احد من العقلاء ولا ذي الجنس ولا الغد العقل ينكر انه يرتكب الذنوب والاثام ويعصي الله عز وجل في السر والعلان. واللي واتقن الكبائر الذنوب في القليل في زماننا اتق الصغائر. نعم ومن لم يتهاون ابنادم اللي ويتفرط ان شاء للفرائض الواجبات يفرط في النوافل والمستحبات. واللي تقن واللي واتقن شرع حقوق ذي باباس ذي الناس باباس ذي الناس تقليس للاحسان تقليس للخير وليس لتجبو الإساءة. إذن من لم يعق والديه بالمقابل نجده إهجار قطع صلة الرحم بين أقاربه. نعم ومن لم يتعامل في زماننا بالربا بلاش يجزل يحفظ الله سبحانه وتعالى واكتبوا دوروا نغفرانك الربا غشة ليس الغش في البيع والشراء في بيعه وشرائه حتى ولو يزوز الخضار دي السوق معشر المسلمين. واني وشنشاء اموال الناس بالباطل ظلما وعدوانا اكل من لحوم اخوانه بالغيبة والنميمة والزور والبهتان. والرسول عليه الصلاة والسلام اكد كل هذا حين قال كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. فعلينا معشر المسلمين أن نتوجه إلى الله بالاستغفار والتوبة راجين مغفرته ورضوانه. ولقد شوقنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى واسع رحمته، بل الله عز وجل هو الذي شوقنا إلى واسع رحمته وحذرنا من القنوط منها حين قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وأخبرنا الرسول الكريم بأن رحمة الله سبقت غضبه وأنه يغفر الذنوب ولا يبالي ولو بلغت مكان السحب العوالي. فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي أيضا يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك علان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وأحمد وغيرهما. واعلموا معشر المسلمين أن هذا الاستغفار هذه العبادة كما أشرت سابقا في بداية الخطبة الاستغفار أصل تصل الفوائد أتصل النتائج أتصل الثمرات. خصنا ماشي بارك الله عز وجل ذي المال ذي الثروة ذي الزوجة خصنا تكفير السيئات ترفع الدرجات خصنا الله سبحانه وتعالى ذي القوة ذي الصحة ذي البدن. كل هذا يكون بالاستغفار لكن بالاستغفار الحقيقي كما سنرى مستقبلا إن كان في عمر بقية هذه الجمعة المقبلة. حتى الإنسان المسلم ذي النيش الدول تعيش مثلا ذي الآفات ذي الحروب وما إذا كنت ما تقصد أخي المسلم الأمن ذي الأمان ذي الطمأنينة لبلدك فعليك بكثرة الاستغفار. نعم يقول عليه الصلاة والسلام أنزل الله علي أمانين لأمتي ثم قرأ قول الله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الله سبحانه وتعالى شتلين الأمانين لهذه الأمة إجن الأمن من يعنى أو الأمان حينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا حينما كان يوجد مع صحابته الكرام قال عليه الصلاة والسلام فإذا مضيت تركت فيهم الاستغفار إلى يوم القيامة. ذي الفوائد من فوائد الاستغفار المهمة التي نحتاج إليها أشد الاحتياج في
في هذه الأيام نزول المطار آيف سلمان، وبالأخص نحن في مغربنا الحبيب نحتاج إلى المطر، نحتاج إلى الغيث، نحتاج إلى نزول الماء من السماء التي الذي افتقدناه في هذه السنوات الأخيرة. يا أخي المسلم، رفض الله سبحانه وتعالى يرحم برحمته الواسعة، فعليك بالاستغفار بالكثرة من الاستغفار. فقال الله تعالى على لسان نوح عليه السلام لما أجلب قومه وأصابهم القحط، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يذكر أن سيد التابعين الحسن البصري رحمة الله عليه يعيش في الزمان الصحابة رضوان الله عليهم، يزرع أكثر من 130 من الصحابة، اجمر تودي المسجد، فجاء يا مثلا من يشكو قلة الماء، النساء إمام الشينة تعيش دي الجفاف في القحط نخسى أمان، إنس استغفر الله يزنونني الناس يا إمام شق زوجه منذ مدة وغالب الدرية، إنس استغفر الله يزنونني الناس يا إمام شفقير أحتاج للعون والمساعدة، إنس استغفر الله. فبعد ذلك إن الناس يا إمام مرة إني غاك ديوشين شاني زريخ سوامان زريخ كذا الأولاد المال في نيرات الطماط أبي معنى تكشي ناس يجن الجواب في الجن ثني ناس من الاستغفار. قال لهم أوما قرأتم قول الله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ومن ثمرات وفوائد الاستغفار استجابة الدعاء. ما نفس الأخي المسلم أختي المسلمة ألاش يشتاج الله عز وجل الدعاء مش كتر من الاستغفار، ولاش كأن من لزم الاستغفار وداوم عليه وسأل ربه من خير الدنيا والآخرة أن الله عز وجل يستجيب دعاءه ويحقق له ما تمناه. يروى في هذا أن أحمد بن حنبل من الأئمة الأربعة من الأئمة المجتهدين في زمانه، اجنى الرحلة اجوا خضان انتهى به الأمر إلى مثلا وقت المغامي وتخسوا وفي مسجد من بيوت الله عز وجل يزدني المغامي يزدني العشاء ثم يقصدني التس وغصبوا المأوى وغصبوا غث الدف من غيره. أرمثت ورا حارس المسجد فمنعه من اسم مرعة سدهم زيدا فيمنعك سخف الناس حتى أنه طارده من المسجد من بيت الله حتى أنه قيل بإيجار فوس الناس نغزق ذانس. أنا مثل السفر ذي نجيج الإنسان وهو خباز يتقغرم يزنو زيغرم يخزان المنظر النير يفكذ ودي بويا مني التغازين جناحان يتعيش دايس وحيدا منفردا الناس يعرفس الناس يودي مادة مغاك مني غتصد مني غترح ذي يالله كيدي غفدات يالله كيدي غال منزلي نوع أو القارج الذي تق مثلا العمل نس فايق بالطلب نيل وحكيس فضي فهو يكشش مني من يكتب الله سبحانه وتعالى من القوت ثم يستويس ثم يتص. أنا من يوسف فول في الأخير من الليل صاحب المحل الخباز يتغى العمل نس من يعني العمل نس يتب يتقسو فوس يتقارس السجاد باش يزد الصباح. لكن أحمد بن حنبل رحمة الله عليه لاش كان الإنسان خميت بالدار المكنس خميت بالدار المكنس وخسيت كويرس يسنسيت القرار من يكمل مني يتب انت يتخارس انت وهو يذكر الله من لسانه. أحمد بن حنبل يسن حساس بالزغن النس ولكن ويسن شام النوع من الذكر أنا من الصباح الصد من صلاة الصبح ثم يفشل الفوار ثم يفشل أذي فغي الناس يودق أخشاش تقصير الناس تفضل الناس لم يفكاد غال عمل نشتوها تبتك العمل شكنت تذكر الله نشتري غاش كنت تذكر الله ولكن واسين شان نوع من الذكر الناس يودي منذ من كغت بغن تتقارس وهو يستغفر الله عز وجل. وأحمد بن حنبل يسن ثمرة
اسم النتيجة، اسم الفوائد من الاستغفار. إن أشكى من منذ مدة، منذ مدة وأنا على هذه الحالة أكثر من الاستغفار. إن هل وجدت لهذا الاستغفار من ثمرة؟ استاذ أحمد بن محمد، إن نعم، إن ما من دعوة توجهت بها إلى الله من استغفر الله عز وجل، سواء دي النفسين سواء دي الصحين سواء دي المالين دي فاوين، إلا والله عز وجل استجاب لي، إلا إجل الدعوة، إلا إجل الأمنية منذ مدة. انت يصل الخباز بأن الزمن اللي تعيش ليس أحمد بن محمد، إن منذ مدة وأنا أسأل الله عز وجل أدي سرقة أنزغ أحمد بن حنبل عاد وزيشة. إنس ها هو بن حنبل، ها هو أحمد بن حنبل قد جر إليك جرا. نعم معشر المسلمين، من هنا نعلم أن من لزم الاستغفار وأكثر منه أذهب الله عنه همه واستجاب دعاءه وفرج عنه كربه، نعم، ورزقه من حيث لا يحتسب، كما قال عليه الصلاة والسلام: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. أخرجه أبو داود. نفعني الله وإياكم بالقرآن المبين وبأحاديث سيد الأولين والآخرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله. الحمد لله، الحمد لله حمده والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن حاجة الإنسان إلى الاستغفار حاجة ملحة، حاجة أساسية وضرورية، لأن الإنسان يلازمه التقصير والخلل في كل طاعة، ويصدر منه الخطأ في كل ساعة، خاصة في وقتنا الحاضر الذي امتلأ بالمغريات والملذات والشهوات، وكثرت أسباب المعاصي في كل مكان، وقست بذلك القلوب وعلى هران، كما قال تعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فأصبح لزاما على المسلمين لزوم هذه العبادة العظيمة وتجديدها حيناً بعد حين، كما كان رسولنا محمد عليه الصلاة أفضل التسليم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، رواه البخاري، وفي رواية أكثر من 100 مرة. والاستغفار له صيغ عدة. الاستغفار غص التصن الصيام معشر المسلمين، فعلى المسلم أن يستغفر ربه ويكثر منه بكل لهجة ولو استمزقت. ومما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في استغفاره، الصياغ الوارد عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كان يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وكان يقول: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. وكان يقول أيضا: سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يزغر ختم عشر المسلمين اعلم الإجن الصيغة، إجن الصيغة الاستغفار. اسمت الرسول عليه الصلاة والسلام سيد الاستغفار. على المسلم أن يحفظ هذه الصيغة وأن يكثر منها، وهي قوله صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن يقول المسلم: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنع، وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اغفر عنا سيئاتنا، توفنا وأنت راضٍ عنا،
اللهم يا بئات نفوسنا تقواها، زكيها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم يا رب ارحمنا فانك بنا رحيم، لا تعذبنا فانك علينا قادر. اللهم يا رب اغفر لنا ذنوبنا، ارحمنا وارحم والدينا، يا رب اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنا وعنهم. اللهم يا رب اكرم نزلهم، اللهم يا رب وسع مدخلهم، امطر عليهم شهاب ورحمتك، نول عليهم قبورهم يا رب العالمين. اللهم يا رب انك عفو تحب العفو فاعف عنا، ويا كريم تحب الكرم فتجاوز عنا. اللهم يا رب ات نفوسنا تقواها، زكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها، امير البلاد، جلالة الملك محمد السادس يا رب كله وليا ونصيرا وحفيظا ومعينا. اللهم بارك في صحته وبارك في عمره، نحن يا مولانا لأنعمك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين. اللهم يا رب اشفِ مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين، اللهم يا رب اشفهم بشفائك، اللهم يا رب داوهم بدوائك، اللهم يا رب عافهم من بلائك، اللهم يا رب رحمتك نرجو ونخاف عذابك يا أكرم الأكرمين ويا رب العالمين. اللهم ربنا إنا نسألك أن تنصر الإسلام والمسلمين، اللهم يا رب اعل راية الحق والدين، اللهم يا رب انصر إخواننا المجاهدين، اللهم يا رب انصر إخواننا المرابطين، اللهم يا رب انصر إخواننا في فلسطين، اللهم يا رب انصر إخواننا في غزة يا رب كلهم وليا ونصيرا وحفيظا ومعينا. اللهم يا رب اجعل شهداءهم الأبرار في أعلى عليين والنبيين والصديقين، اللهم يا رب اشف جرحاهم، اللهم يا رب تول أمرهم، اللهم يا رب اختم بالصالحات أعمالنا وأعمالهم. اللهم يا رب إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اغفر لنا ذنوبنا، ارحمنا فإنك بنا رحيم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. بعد الصلاة إن شاء الله غانا صلاة الجنازة نصلي عليها وندعو لها بالرحمة والمغفرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم.